البدعة التي ليس لها في الإسلام قاعدة تسلك تحتها. إذا كان البدعة لأنها جديدة فكل الأشياء بدعة. سيارة ما كانت أيام النبي نبطل عنها، يعني ما نركب سيارة. طائرة ما كانت أيام النبي نبطل عن الطائرة ما نركبها. رميشين ما كان أيام النبي، الآن إذا نسخن ما نأخذ رميشين مثلا. الأدوية ما كانت أيام النبي، كل هاي كلها نبطل عن الحالة لأنها ما كانت أيام النبي. يولا هذه الأشياء على الإباحة. الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض، الأشياء كلها على الإباحة إلا أن يرد نص بحرمتها. الممارسات الحسينية شنو الأشياء اللي بيها اللي تحرم؟ منبر تتلع عليه أحكام الإسلام. طلع ممارسات بالخارج، أحيانا يطلع واحد يتصور أنه يتقرب إلى رسول الله بالتعزية، باعتبار أنت لما عندك صديق يموت ابنه لا سمح الله يجي له وأنت تبكي وتظهر التألم، طبعا ينظر لك أكثر، فيعتبروها ممارسات للنبي. أكو ممارسات خاطئة، واحد يعتدي على نفسه يجرح روحه، هذا احنا منطرة نبالجين في آخر. لكن الممارسات السليمة منو قال أنها بدعة؟ ليش بدعة؟ خلي يجيب لي هذا اللي يقول بدعة شنو دليلة ومتكهي كلها تنسجم مع الإسلام. ما هي البدعة؟ يعني أنا إذا أفعل على منبر أتبع حكم الإسلام وبالأخير أرجع أقول له للنبي أن عندك ولد انقتل عزيزتي، هاي ملخصة لرسول الله. ليش بدعة؟ ما فيها أي شيء.